هل يجرم القانون المتاجرة وبيع أراضي الدولة والعشوائيات؟ وأستاذ نزار يتحدث اليوم عن المتر في عشوائيات المنصور $5,000، يعني هل من الأنصاف وتحقيق العدالة الاجتماعية أنه أنا أجي أستولي على 200-300 متر وأبيع المتر $5,000 وأتاجر حسب مزاجي وأهوائي؟ بالتأكيد في عقوبات بقانون العقوبات، ولكن حتى العقوبات لا تتناسب مع يعني مع قيمة الفعل. لا، كانت في زمن قانون العقوبات وحتى في زمن النظام السابق أو نظام حزب البعث المحظور ما كانت التجاوزات بهذا المستوى. لذلك حتى ما كانت أكو فاعلية لتفعيل العقوبات المتأتية على الشخص الذي يتجاوز على الأموال العامة خاصة العقارات. ولكن أنت الآن تتكلم عن مسألة هاي تكلمت بها مرارا، هو ما تعم به البلوى على قول فقهاء الشريعة. الآن أنت تتكلم عن مسألة هي بعموم مناطق العراق أو بعموم محافظات العراق، فأنت لا تستطيع أن تعاقب الشعب العراقي بالكامل، أو لا تستطيع أن تعاقب جميع من استولوا على الأراضي ووزعوها بهذه الطريقة. سيد الفاضل، إذا تسألني من ناحية الحلول، من ناحية التجاوز، أنا أقول أنا هنا لا أدعو إلى التجاوز، وكرجل قانون مع إزالة التجاوزات أو مع تنظيم مسؤول موضوع التجاوزات. ولكن بالناحية الأخرى، والله لو دعمين القطاع الخاص دعم صحيح، الآن أشوف شخص بغض النظر هو شلون استولى على الأرض، إجا لزم له قطعة أرض وجاب له مهندسين وقسمها قطع أراضي، سوالها تبليط وسوالها مجاري وجاب لها كهرباء بطريقة معينة، والناس سكنت بأسعار أقل من السعر المعمول به في الطابو السكن الرسمي بالنصف أو أكثر من النصف. إذن هذه الآلية نفسها، أنا لو مدخل القطاع الخاص، أنا كدولة ما أستطيع أن أغطي كامل هذه المتطلبات وأوفر من الناحية الفنية كامل احتياجات هذه المناطق. أنا لو مدخل القطاع الخاص بمكان هذه الطريقة العشوائية أو الطريقة الجزافية، مدخل القطاع الخاص بطريقة أكثر تنظيم، إذن ممكن تقدم لي حلول. تكلم الضيف الكريم عن مسألة الاستحالة التشريعية، أنا أقول أنه الاستحالة هي ليست استحالة تشريعية بقدر ما هي استحالة فنية مثل ما ذكر ابتداء. يعني الآن نحن من الناحية القانونية، نعم ما عندنا قانون اسمه قانون تنظيم التجاوزات أو تنظيم العشوائيات لغاية الآن، ولكن في قرارات نافذة والحكومة فعلت هذه القرارات، وهذه القرارات ممكن أن تنظمنا أكثر من 70% عيدها من حالات التجاوزات الموجودة حاليا على اختلاف صنوف الأراضي، أيا كانت، سواء كانت طابو زراعي صرف أو 25 أو 117 أو حتى 35. اللهم إلا إذا كانت التجاوزات هي واقعة على أراضي مخصصة للخدمة العامة مثل مستشفى، شارع عام، سكة قطار، أيا كان.